مدرجو دومي ماشي وجو ميمسن وجو درن وجوحن وحيتها هاي لما أنت تدوحي عبسناين قمري قاسي عبسناين قمري وحربا أنا أشرح محكمة حل ضلوا كم إذا أنا أشرح حيا بقى كقرن مدرجو دومي ويا بيسا حيا بقى كقرن طن أكرم حا كقرن جون ويلك أكقرن ريد ليبل أيا كقرن مركا دلوين قو أكو أنا سلقي على بقرة كتالو أنت قالنا وسلقي يودتك الوحيرة أيوة سلّي بنان كيس يسلّي يقول كذا واسق ودقيه على صور دحقة حيامه وحيابي ولا صور دحقة هذا واي سلّي دحديس مرجع أول دي سنة عادي كتابه تليان عبجري كلي ولي بوليس كواح عنها تدبات تانية سد حد يبان قرط بوليس إلى ما أنت ولي تاريخ ذا وحنا عركيم واي نن تليه سلّي نقضي أو نوع صور دق معايا مدرجو دومي ماشي وقوم ميمسن وقود درن وغحن وحيتها هاي لما أنتوا تدوحي عبسناين قمري قاسي عبسناين قمري قوحان ربا أنا أشرح محكمة حل ضلو كم إذا أنا أشرح وحيا بها كوغرن من قدهم ويا بيسا حيا بها كوغرن طن أكرمها كوغرن جون ويلك أكوغرن ريد ليبل أيا كوغرن مركا دلوين قوة قوة أنا ويت هوسكا استعمالين هبين كواتن من قدهم تجرس أيا ليرا دا وقمرو من الجدول مية جاك بينس أيالي هذا ين واقمرو أو قابط لغة سوق هذا واحد ولي لو ما هن وكدوات كنت نحبي وما سعد واي عقارته علي هذا بلاك أن وايت بلاك أن وايت علي هذا قابط أيالي لغة سوق هذاي ونوع بالنوع يهودي بمعنى مركي عند لسيك شو نوع أصله أرجع معنا من قدوم يتنوى مدة هذا سو بني جاي وحنا وعلى قصور ري كل كيس يسلق أمامه قول كمرك سلقة وحاكو يا له لا بقول وصحيحه تليها سلقة ودك مرة تليها لما قعوا يا دوب سلقة ده عزيز يقول كيس ده عزيز قول كده دقيا معنا سلقة لا بقول أكو تعلو أنت قالنا وسلقة يودتك الوحيرة أيوة سلقة بنان كيس سلقة قول كده واسق ودقيا على صور دحقة حياما وحيابي ولا صور دحقة هذا واي سلقة ده عزيز مرك أيوة دي سنة عادي كتابه تليها نعم عبجري كلي أسكرت عادي بكتاب تليين عبدري كلي وبوليس وتليين لما يوصل لي جواي سلي سلحي سايا قمروين بحان السجع أيان اللي لا دجالا السجع أيان الحشيش كي يدك سوقفتو حافظ كحيران أنت كيانا ومحكمة ده السجع أيان عباي لالوين كان وماشي وعلى قصوق هذا جورج الحديث مرخاتيال كي لهور كان إيه عديمه دم بموجنتا إيو السجوجرة يصور هذا إيه دوكمنتيسكا أي محكمة دو لجيستي dhamaan marxaatiyalkaasi dukumaxkamada dukumentiyas markii la isku daro waxay ka marag furayaan shakhsiyadda xun ee ninkaas taliyaha saldhiga uu sameeynaayay mas'uuliyaddaas mid u qalmay ama u dhawaan kara ma ahayn waa wax fantastic waligay booliska waxaan ahaa 73 diiban qortay booliska ila maanta waligay taariikhda waxaan arkin waayay nin taliye saldhig noqday oo noocaas u dhaqmaya waa aadanaha waxyaabo cajiib ka mararka qaar kood loo arko waa sababta keentayna waxa waaye tababar ma soo marin wax lama barin adri tur waa la soo qabtay lagu soo dhaxdare taliyaha saldhiga wuxuu wareegtay daaira meeshii ugu dambeysay oo 360 degree wax ka dambeeyay ma jirta macna sababtoo ah wuxuu isku rogay dilaa arxan daran oo khatar ah oo profession ku ah asaasinka dilalka qorsheysan